قد تكون قد رأيت إعلانات القوارب الخارقة المتطورة كليا مثل القارب الشبح الذي يطفو مرتفعا عن سطح الماء على غطاء من الفقاعات، أو الباراكودا الذي يسير عكس الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 16 قدما. وعندما يكون الطاقم مستعدا لإطلاق النار فإن الرشاشات وقاذفات القنابل تظهر من ظهر السفينة. وقال مصمم القارب فرانك والسكي إن الشرطة من حول العالم مهتمة بشراء ما يقوم ببيعه، لكن كيف يمكن لقوارب مثل هذه أن تتوافق مع استراتيجيات الدفاع في القرن 21؟ الخبراء يقولون إنها قد تجذب الدول الأصغر للدفاع عن سواحلها ضد الإرهابيين والمجموعات الثورية أو مهربي المخدرات. أما القوات البحرية الكبيرة مثل الولايات المتحدة فقد لا يكون لديها نفس الاهتمام. الباحث الاستراتيجي بيتر سينجر يقول إن قوات البحرية الكبرى تركز أكثر على الجيل الجديد من السفن الحربية الضخمة والغواصات لتأكيد نفوذها في المياه الدولية. ولتأمين السواحل فإن الخبراء يقولون إن القوارب غير مأهولة السطح أو ما تعرف بـ USV قد توفر إمكانيات أكثر، فهي أصغر حجما وأقل كلفة وعملية أكثر. ورغم ذلك فإن القوات الخاصة والمسعفين قد يرغبون بالحصول على قوارب تسمح لهم بنقل البشر، فبعض المهام قد تتطلب اتخاذ قرارات في الموقع، وهذا أمر لا يمكن القيام به باستخدام القوارب غير المأهولة في الوقت الراهن على الأقل.